استاذ علاء حمام، سلام عليكم. السلام استاذ عبد الناصر، تحياتي لحضرتك ولحضرات السادة المشاهدين. يعني احييك وها هي تكشفت لدينا الامور. امبارح الدكتور حسن مصطفى الحمد لله ومن مصادر مقربة انفردتنا بهذا الموضوع، بص للوزير، لم يحدث اجتماع وانما في حفل التأبين وهم ماشيين، بص للوزير يا معالي الوزير الامور كده بتتأخر جامد وكده، وقال له كده انتوا بتهرجوا ولكن احنا بنشتغل بجد. كلمتين ونص جابوا الخلاصة، هما الكلمتين دول اللي شهدتهم القعدة امبارح بعد التأبين. يا معالي الوزير التأخير ده انتوا بتهرجوا، بس احنا ناس بنشتغل بجد، وخلي بالك ستتحمل مسؤوليتك امام الشعب وامام الناس وامام التاريخ. ده اللي حصل. اما بقى قعدة الوزير فتفاصيلها انه احمد الشيخ نزل جابه من النفق، يا استاذ علاء ده من شهود عيان، جابوا من النفق اللي ما بين الزمن. في جملة قالها الدكتور حسن مصطفى كبيرة أوي. قال له العالم كله بيبص لمصر نظرة كبيرة جدا، والعالم كله في انتظار كاس العالم لكرة اليد، ما ينفعش يبقى مصر فيها أزمات الرياضة بالصورة دي. وقال له لو حصل أي قرار دولي هتكون أنت السبب فيه، وتحمل مسؤوليتك أمام الناس والجماهير والشعب والتاريخ وأمام القيادة السياسية. دي حقيقة، وده بيدل على ان الدكتور اشرف ليس لديه كما يوحي مرتضى تعليمات بتعطيل شيء. وكمان النهارده عجبني جدا يا علاء، انا كنت بكلم شخصيه مهمه جدا النهارده، قال لي ارجوك، انا عارفها قال لي ارجوك ما تقولش الوزير يعتمد القرارات، هذا خطأ غير مقصود من الاعلام، لان القرار اعتمد وخلص واتعزل، ولكن تحدث ان الوزير متاخر في تنفيذ القانون والدستور فيما يخصه، لكن القرار ما خلاص يا جماعه اتعزل. قال لي هو في اتحادات معترف بيه؟ قلت له لا. قال لي لما بعت لاتحاد الطايره مش رجعوا الجواب كان بتوقيعه؟ قلت له حصل. الكاراتيه؟ قلت له حصل. الاتحاد المصري؟ قلت له حصل. الفيفا؟ قلت له الكاف؟ قلت له حصل. قال لي يبقى اذا القرارات نفذت واتعزل، لكن هو ضحك على المغفلين اللي معاه. لكن ايه اللي مأخرنا في الشق ايه؟ الاداري والمالي بتاع الوزاره، يسأل الوزاره متأخرين ليه؟ فانا قلت له انا بشكرك جدا على هذا الايضاح، بشكرك جدا. قال لي لانك انت ده مهم جدا. قال لي لانه نجح مرتضى منصور انه يعمل حمله تضليل ان القرار ينتظر اعتماد الوزير، وان الوزير مش معتمد عشان مش موافق على العقوبه، وان مفيش عقوبه بدل الوزير موافقش. هذا كلام خطا اعلاميا، وروج له مرتضى، وللاسف ناس كتير وقعت في الفخ. قلت له والله انا كنت فاهم ان قال لي لا، ليس للوزير سلطه على الاولمبيه، وانما الوزير في القرار له اختصاصات، هو متاخر في تنفيذ اختصاصاته، ولكن القرارات اتنفذت. مرتضى تعزل كرويا وتعزل اولمبيا وتعزل دوليا النهارده، لان المكالمه دي كانت النهارده بعد رد الاولمبيه الدوليه، ان هذا شان داخلي والقرارات جاءت مطابقه. طب انا عايز المفروض انت كنت تحييني، لان انا من يومين قلت اللجنه الاولمبيه الدوليه هترسل خطاب تدعم فيه قرارات اللجنه الاولمبيه المصريه خلال 48 ساعه. حصل اول امبارح ولا ما حصل؟ حصل. وكمان وانا رحت ردد عليك قلت لك ايه؟ قلت لك وناس بتقول ايه علاقه الاتحاد الدولي؟ رحت قلت لك اللي هو الفيفا، رحت انا قلت لك علاء كلامك صح في الاولمبيه، والاتحاد الدولي لازم ياخد خبر عن طريق اللجنه الخماسيه. طب انا اديك انفراد دلوقتي، اديك انفراد لحظه بس، زي ما اخطر الكاف نسال، طب ماله الاتحاد الفيفا؟ هو اللي طلع القرارات؟ لو قلت لك لا، هكذا لو حصلت مخاطبات او حصل شيء يعرفوا انه ده اوت اوف رئاسه نادي الزمالك، ده معزول بره عند امك يالا مع السلامه. النهارده الفيفا ارسل الخطاب، واخر سطر في الخطاب ولكم ان تفعلوا ما تشاؤون. النهارده الفيفا ارسل الخطاب ويأكد على احترامه لقرارات اللجنه الاولمبيه المصريه، وقال لك دي هيئه رياضيه
فاعله في الدوله المصريه، واحنا بنحترم قراراتها. ولما الاتحاد المصري قال لهم ان هو تابع اللجنه الاولمبيه المصريه وفعل القرارات، وقال لهم ان الكاف فعل القرارات، الفيفا النهارده قال لك واحنا كمان هنفعل القرارات ونحترم هذه القرارات واتفعلت عندنا. خلاص انتهت. يبقى تم تفعيل ايقاف المعزول في كل الهيئات الرياضيه الدوليه عشان كده والمحليه. عشان كده بشكر الدكتور حسن مصطفى اللي وضح لي ان الحديث اعلاميا ان القرارات تنتظر موافقة الوزير هذا مفهوم خاطئ، وانما الصحيح هو ان الوزير يتأخر فيما خول له من اختصاصات. ولذلك قال للوزيرية، قال له انتوا بتهرجوا لكن احنا شغالين بجد، وتحمل مسؤولياتك امام الشعب والقيادة السياسية وأمام التاريخ. ولو حصل حاجة للرياضة المصرية ولنادي الزمالك بعرف مين السبب. أهم جملة، إحنا شغالين بجد يا أشرف يا صبحي، ما بنهرجش. تمام. وكل الخطوات اللي تمت تثبت إن في جدية، وإن في حزم، وإن في تطبيق للوائح والقوانين. كل الخطوات اللي تمت بتقول كده. بالظبط. كل الخطوات اللي تمت بتقول كده، واحنا الحمد لله انفردنا بحاجات كتير جدا 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 من الخطوات دي، وجبنا معلومات كتير جدا جدا عن الامور اللي دارت في الكواليس وعن القرارات اللي خرجت قبل ما تخرج. علشان يعني كده انا بالنسبه لخطاب اللجنه الاولمبيه الدوليه مفيش وسيله اعلاميه اتكلمت فيه الا احنا. دي حقيقه. الوحيدين اللي قلنا خلال 48 ساعه خطاب هيجي من اللجنه الاولمبيه الدوليه يدعم موقف اللجنه الاولمبيه المصريه. لسه النهارده الزميل المجتهد المحترم الاستاذ شريف حنفي الصحفي المجتهد جدا في اخبار اليوم، واللي كل شويه المعزول يتجاوز في حقه لان شريف شاطر في الملف الاولمبي الراجل، وعمل شويه حوارات جامده جدا مع هشام حطب ومع السكرتير العام شريف العريان، وده تعب شريف العريان وده تعب المعزول، وكل شويه يطلع يتطول عليه ويقعد يقول في حقه كلام مش تمام. ما حدش كان ماشي معانا في النهج ده غير الاستاذ شريف حنفي في اخبار اليوم، وبحييه. والفاضله السيده ميرفت حسنين في الاهرام. وطبعا استاذ ميرفت حسنين استاذتنا، يعني معلش كده بنكبرها، ويعني اختنا الكبيره، يعني اختنا الكبيره طبعا. لا بتبعت لك تحيه خاصه والله، اتصلت بيا شكرتني وقالت لي بشكرك واشكر لي علاء، انا مش معايا تليفونه وانتوا ناس افاضل ورديتوا غيبتي وانتوا اخواتي، وكادت انها يعني قالت لي يعني ممنونه لدرجه اني يعني كنت ابكي في التليفون، لان انا الاستاذه ميرفت حسنين وبعد كده حتى قاعده علمت اجيال، ومش المعزول اللي هيتكلم عنها ولا المعزول اللي هيقيمها ولا المعزول اللي هيجيب سيرتها. قعدت تضحك وقالت لي ايه؟ قالت دي علامه بالصحافه الرياضيه. قالت لي مش المعزول اللي هيقيمها ولا يجيب سيرتها. قالت لي ايه علاء؟ قالت لي حتى انت محرج وانت بتقول لي علاء، انا خايف اقول استاذتي، انا عارف انها بيك جدا، انا اسف لو ما كنت بيك جدا. قالت لي انا جده من سنتين. قلت لها ربنا يديك الصحه والعافيه. فيعني الحمد لله. مش عايزين نكبرها بس. خطاب، وقالت لي مفاجاه. قالت لي انا سفرياتي كلها بدعوه من الاولمبيه الدوليه. ولم أسافر سفرية مع الأولمبية المصرية، وعندما دعيت للتكريم في الأرجنتين اعتذرت عن السفر بسبب أن بعثة مصر كانت مسافرة، حتى لا يقال أن أنا مسافرة على حساب مصر. تمام. وقالت لي أنت تعلم أن أنا دلوقتي بقيت شخصية أولمبية دولية، فكل ما بحضره من مؤتمرات اللجنة الأولمبية المصرية ملهاش علاقة بيه، يعني كل اللي تمام. قاله مرتضى كذب في كذب في كذب. فالمهم أكيد طبعاً. المهم ماذا بعد خطاب الأولمبية والفيفا يا أستاذ علاء؟ وجهة نظري بعد طبعاً خطاب الأولمبية الدولية وخطاب الفيفا، أعتقد الخطابات دي عزلت الدكتور أشرف صبحي وحطته في وادي، والرياضة المصرية والجهات الدولية الرياضية في إيه؟ أنا شايف كده إن أشرف صبحي انعزل زيه زي المعزول. المعزول انعزل من نادي الزمالك وتم إيقافه لمدة 4 سنين وبقى مالوش لازمة،
رسمي لا يعمل مجالس ادارات ولا ياخد قرارات ولا يوقع خطابات. والدكتور اشرف صبحي بتاخره في ممارسه اختصاصاته عزل نفسه بعيدا عن الركب وبعيدا عن الناس اللي بتفعل القرارات واللوائح والقوانين. ولذلك المشهد بتاع الدكتور اتفضل. ولذلك عايز اقول وانت بتكلمني الجمهور متفاعل معانا، ودلوقتي على تويتر بيتصدر حاكمه مرتضى منصور قبل الهروب، بيتصدر هو على الهاشتاج ده من بدري من بدري. بس من بدري. بس علي دلوقتي اهو حاكمه مرتضى منصور، نخش عليه ونفعله يا شباب، لان هو شغال من النهار، نفعله لو سمحتوا حاكمه مرتضى منصور قبل الهروب. ما يعني انا من اهم حاجه النهارده استفدتها من مكالمه الشخصيه اللي انا اتكلمت معاها، انه خلاني اتاكد ان الاولمبيه المصريه سابقه ب20 خطوه الوزير اشرف صبحي في ما في يعني شوف بيقول لك اقصى سرعه سبرنت، اللجنه الاولمبيه فاتحه سبرنت والوزير لسه بيدور على عجله يركبها بتاعه الدراجات اهو. بص، وده انتقاد للوزير مهني. انا برجع واقول فلسفة الوزير انه بيقول انا بنفذ القانون بمفهوم ما يخرش المية، ولكن يؤخذ عليه البؤ. اللي بعد النهاردة ما اطلعت على اوراق ومستندات مهمة، وبعد هذه المكالمة لا، الاولمبية فتحة سبرنت ومعدية، راحت زيورخ ورجعت، وراحت سويسرا ورجعت في الفيفا، ولفت العالم، ولسه احنا بنفكر في الملوخية والمهلبية واللجنة بتاعت الفول والطعمية. لا يا معالي الوزير، حاكمه مرتضى منصور قبل الهروب، احنا عدينا خلاص، لازم نفكر في ده دلوقتي ما بعد العزل الهروب. ولذلك انا عايز اسألك سؤال، واحنا بنقول حاكمه مرتضى منصور قبل الهروب، اشمعنا في مكالمة امبارح واول امبارح اكد على انه قاعد في مصر ولن يهرب؟ ليه جاب السيرة دي على الرغم ان محدش اتهمه انه هيهرب؟ هو حر، بس انا قلت له جملة من اسبوع، قلت له اتمنى ان انت بعد ما تصل في البرلمان تكمل معانا في مصر. قلت له كده اتمنى ان انت بعد ما تصل في البرلمان تقعد معانا في مصر، تكمل معانا في مصر، ما تاخدش قرار كده ان انت تعيش في دولة تانية. اتمنى ان انت تكمل معانا في مصر. بس القصر بتاع امير مين اللي هيعيش فيه اللي في اليونان؟ والشركة مين اللي هيديرها؟ مالهاش نسبة لأحداث، هنشوف. فهو مسألة ان هو يطلع يقول لك انا هعيش في مصر واكمل في مصر وبتاع، الايام هتثبت بقى اذا كان هيكمل معانا في مصر ولا هيفضل ان هو يقضي بقيه عمره في حته ثانيه يعني. يعني بس انا بقول لك من خلال معرفتي بطبيعه شخصيته وتعاملي معاه سنين طويله، يعني ما دام قال لك انا قاعد يعرف على طول ان هو مش قاعد. ما برافو، ما انا سألك السؤال عشان اخد الاجابه دي من الصبح. يقول لك انت رئيس الجمهوريه بتاع الكوره في الزمالك، ثاني يوم يمشيك على طول. يا بيه ايوه، انا انت في الفرقه ثاني يوم يستغنى عنه. يا بيه مستني الاجابه دي. عامه حتى الان حاكمه مرتضى منصور قبل الهروب يتصدر مصر، ترند من العصر، ترند من العصر حاكمه مرتضى منصور قبل. دي حقيقه، انا شفته ترند وبعت لي من ناس كتيره النهارده، هو عامل حاله جامده جدا على تويتر وعلى السوشيال ميديا يا حبيبي. بس انا بقول لك هو دلوقتي ما بيفكرش في مرحله ان هو يسيب مصر، لا هو نكمل معانا، قاعد معانا. ممكن الخطوه دي يفكر فيها بشهر 11 الشهر الجاي مثلا. لا 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 لا، لا بص معانا، ولا هيروح يقضي حياته في حته ثانيه؟ لا هيبقى شغال في الموضوع ده لغايه قبل 9 يناير. بس خلينا بس الاول عشان ما نسبقش الاحداث، لان ده هيودينا لسؤال، لماذا طلب الدكتور سمير صبري المحامي الشهير ضبطه واحضاره ووضعه على قوائم السفر؟ خلينا بس الاول نوضح للناس ماذا بعد الفيفا وخطاب الاولمبيه، لان ده مهم. ولو سمحت ما تنساش ان الترويج انه هيحصل على حكم يوم الاحد احد عوامل هزائمه، وبيروج لده كان يعمل شوشرة لدى الرأي العام. واحنا لا نتحدث مسبقا لا في احكام قضاء ولا في تفاصيل قضايا امام المحاكم، ولكن انا بستغرب لماذا يصمم يوميا على ان يقول هو وانصاره احنا هناخد حكم يوم الحد. وجابوا منين انهم هياخدوا حكم؟ وايه اللي مخليهم متأكدين انه لصالحهم؟ هذا سؤال بريء. فماذا بعد الفيفا والاولمبية باختصار يا علوة؟
توقعاتي ورؤيتي ان مبقاش في اي حجه او اي شيء تخلي الدكتور اشرف صبحي ما يمارسش مهامه الماليه والاداريه في نادي الزمالك. تمام. وانا متوقع ودي رؤيه مش معلومه عشان ما حدش يقول دي مش معلومه. انا ليس لي اي علاقه بلجان التفتيش اللي موجوده في نادي الزمالك ولا اتواصل مع احد ولا معايا تليفون حد ولا حد فيهم يعرفه. دي رؤيتي. رؤيتي من خلال مخالفه المعزول ان يحط فلوس النادي في الخزنه دي مخالفه كبيره. رؤيتي من خلال التقرير المالي لحازم عبد التواب المراقب المالي اللي قال فيه ما عرفتش افتح المخازن ولا اشوف فيها ايه ولا عرفت القضايا بتاعت اللعيبه الاجانب ايه اللي بيحصل فيها ولا اتعاب المحامين بتاعتهم ايه. ده من خلال رؤيتي لهذه الامور. اتوقع ان اللجنه اللي موجوده في نادي الزمالك خلال ايام هي مدتها 15 يوم خلال الاسبوع المقبل تفجر مفاجاه كبيره 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 كبيره. رؤيتي وليس معلومه عشان ما حدش يجي يهلل في القناه ويقول لك هو عارف منين. بقول لك رؤيتي انا راجل صحفي وبغطي نادي الزمالك من سنه 2001. طيب رؤيتي. طيب عموما انا عايز اسيبك دلوقتي لان هو بدا على قناه طيب. الزمالك على ان اعود اليك أنا لما بيبتدي بشتمتك على طول. طب ماشي اتفضل اتفضل. اول ما تجهز ابعت لي رساله. ماشي ماشي.